تابعين معكم أصدقائنا المشاهدين مباشرة على الهواء. محطتنا هلأ رح تكون مع دكتور أندري نصار، رئيس قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية. بدنا نحكي عن المؤتمر السنوي المجاعة في لبنان خلال الحرب العالمية الأولى. دكتور مرحبا. أهلا. أهلا وسهلا فيك. طبعا المجاعة في لبنان خلال الحرب العالمية الأولى، دراسة في الأصول والمصادر الأولوية. المكان هلأ بيعرفنا عنه الدكتور والحيثيات، وطبعا هو مؤتمر سنوي انعمل لسنوات عديدة ومديدة ورجع توقف بسبب كورونا، وهلأ العودة إلى النشاط من جديد. دكتور حطنا بالتفاصيل. أول شيء بدنا نشكركم على الاستضافة. أهلا وسهلا. لنا نضوي على هالمؤتمر. مثل ما قلنا نحن الجمعية التاريخية اللبنانية وقسم التاريخ بكلية الآداب سنويا مننظم مؤتمر. السنة اخترنا المجيعة في لبنان الحرب الأولى بين 14 و 18. اللافت بس بالموضوع أنه هذا المؤتمر بيعتمد على شيء بنسميه المصادر الأولية، يعني مصادر لم تدرس بعد. نعم. تنوضح شوية المصادر الأولية، هي تحديدا سجلات الرعاية. إن نحن رح نفوت على الكنائس، شو عندهم سجلات بالكنائس نحن رح نستفيد منهم، تحديدا سجلات العمادات والوفيات، لأنه هودي المصادر يلي كانوا عم بيدونوا أسماء الناس يلي ماتوا. يعني بعد ما اندرست. هلا في كتير طلعت دراسات كتب عن المؤتمر وعن المجاعة، وفي تضارب بالآراء حول أسباب هذه المجاعة وإلى آخره، ولكن هذه المصادر لم تدرس بعد. نعم. يعني هذه بدها تعطينا معطيات جديدة، بدها تعطينا أرقام، بدها تعطينا أسماء، وبدها تكشف حقائق. من هيك نحن ركزنا على هذه المصادر، ما رحنا على مصادر تانية لأنه قسم كبير منا درس، سواء كانت مذكرات أو دراسات. هيدي اليوم نحن بننفرد بهذا النوع من المصادر. دكتور، نحن قلنا أنه كان عندكم وتيرة تصاعدية ودائمة بالمؤتمرات السنوية، ولكن بس أجت كورونا وقفتوا، وهلأ العودة خبرنا قديه كان فيها صعوبة، ولا عودة سهلة، ولا احترتوا من وين بكون تبلشوا، شو بدكم تكملوا؟ حطنا بالأجواء. صحيح، نحن بالآخر مرة عملنا مئوية لبنان 1920، كمان كنا محضرين لمؤتمر كبير، لكن للأسف بسبب كورونا التغى ورجع تم تنظيمه أونلاين. هلأ بسبب الظروف يلي مرت فيها البلد وظروف الجامعة اللبنانية، فرجعنا أخذنا على عاتقنا نعيد التقليد السنوي يلي بنعمله، وقررنا تنظيم هذا المؤتمر هيك حتى نضل نحن بالأجواء يلي كنا عايشينها مع طلابنا، ومثل ما عودنا الكل على مؤتمراتنا السنوية. هلأ هذا ما بخفيك، هذا المؤتمر اليوم اخذ ضجه كبيره لانه عاملين له دعايه كبيره على وسائل التواصل الاجتماعي، على التلفزيونات، بالصحافه المكتوبه. وهون بدي بس تسمحي لي اوجه شكر للمطارين يلي سمحوا لنا نفوت على سجلات الرعايه، لانه هيدي مش بمكان في فوق عليها. ونشكر البلديات وكل المؤسسات يلي اتاحت لنا الفرصه تنقدر نجمع معلومات. وأنا بتوقع أنه هذا المؤتمر رح يكون له أصداء جيدة جدا، وإن شاء الله بس نخلص المؤتمر قدرنا أمنا التمويل نطبعه لحتى يكون بين شريحة كبيرة من الناس. أكيد لهذا المؤتمر أهداف عديدة. الهدف الأساسي دكتور نصار بيكمن وين؟ من إقامة هيك مؤتمر سنويا وبهيدي الطريقة وبهيدا المجهود، لأنه طبعا في مجهود عم بينوضع ليكون فيها المؤتمر هيدا السنوي. صحيح، هذا المؤتمر أنا مثل ما قلت هو بده يبين نقاط كثيرة، وخاصة لو سمحتي لبسوني يعني مرق الشيء، لأنه المجاعة بلبنان في اختلاف بوجهات النظر والآراء بين عدد كبير من المؤرخين. نعم. يعني في عدة أسباب صارت لهذه المجاعة، منهم بيعتبر أنه الحصار البحري يلي فرضوه الحلفاء يعني الفرنساوي والإنجليز على طول الساحل الشرقي للمتوسط، يعني من آسيا الصغرى إلى فلسطين، كان هو السبب المجاعة. في أشخاص تانيين بيقولوا لا، هو الحصار البري يلي فتحوه العثمانيين، ضربوه فرضوه العثمانيين على جبل لبنان هو السبب. في سبب ثالث هو الجراد يلي إجا بال 15 صح بنيسان ال 15 واستمر تقريبا للخريف، يعني إجا مرة تانية بتشرين، فهذا كمان ضرب الموسم الزراعي
بمنطقة جبل لبنان، هون نحكي عن المتصرفية. وهون المتصرفية معروفة انه كانت هي منطقة ما فيها المساحات الشاسعة للأراضي الزراعية، أغلبية السكان كانوا ما بيتعاطوا كتير بالزراعة، بلشوا يتكلوا على أموال المهاجرين لده، وأغلبية السلع الغذائية إذا بدنا نقول كانت تتم استيرادها من الخارج. يعني هون إذا بنعطي بشكل أساسي القمح، القمح ما كان ينزرع كتير بجبل لبنان لأنه مثل ما قلت الأراضي ضيقة. كان يجيبوا يا من البقاع يا من القران أو من صوب حما وحلب. لما إجا الحرب وصار الحصار ما بقى في إمكانية للحصول على كميات كبيرة. طبعا هون العثمانيين ما عادوا يسهلوا وصول القمح، وهني كانوا أصبحوا بحاجة لألون، وكمان ازدادت الأزمة وقت الجيش الألماني صار بده كميات كبيرة من القمح، فراح اشترى هذا القمح من سوريا، ما عادش يتم تصدير كميات على جبل لبنان، فصارت هيدي المجاعة. طبعا في مشاهد إذا واحد بيستذكرها صعبة مأساوية صعبة يعني بكرة بالمؤتمر رح نشوف الأعداد والصعوبات اللي واجهوها الناس. يعني في كتير أمور حصلت خلال هذه الحرب، خاصة أنه في كتير شهود عيان خبروا. يعني هون بدنا نوضح أنه مش دائما نحن عم نتكل على دراسات حديثة، لا أي. في شهود عيان هن دونوا شو صار معهم. من هون دكتور أنا دايما بطرح هذا السؤال على نفسي، يعني أنه طيب كيف بيستقوا المعلومة بتكون صح 100%؟ يعني بدك كذا مصدر، وهالمصدر بده يكون حقيقي، وكيف تتأكد أنه هيدا من مصدر حقيقي مش حدا حب يكتب يمكن معلومة مش متأكد منها 100%؟ من هون أهمية شهود العيان، لأن هن عم بيعطوك الإفادة اللي شفوها بالعين المجردة. طبعا طبعا أي. نحن مثل ما قلت هيدي مصادرنا الأولية، هيدي رح تعطينا أعداد اللي ماتوا. يعني ما في تزعبر، شخص مات بهالتاريخ دفناه صحيح ايه ما عندنا مشكلة. هلا في مصادر متعددة، اوكي هذه المصادر مش كلها بنتقبلها على علاتها، يعني دائما احنا بنقضيها على النقد. ايه بس كيف الواحد بفلتر دكتور؟ يعني إذا في مجموعة كثير كبيرة من المعلومات قدامك بالمقارنات ايه بيتم مقارنات. هلا أكيد شاهد العين بضل عنده مصداقية أكثر من واحد عم يخبر كان بعيد عن الحدث. فشهود العيان أساسية. هلا في منهم بيبالغوا، يعني بيتبين أحيانا في بعض الأمور بيكون فيها مبالغات وقتا منقارنها بمصادر تانية، بس بالنهاية هذه المصادر تعطينا صورة عن الحدث. هلا بالنهاية صار في حدث هو المجاعة، يعني هذا اللي بدنا نركز عليه بغض النظر مين المسبب لهذه المجاعة. في حدث بدنا نتعامل معه تاريخيا انطلاقا من هذه المصادر الأولية اللي حكينا عنها، هي سجلات الكنائس. تاريخ دكتور شيء كتير حلو، واللي عن جد بيتعمق بثنايا التاريخ بصير يحب يعرف أكثر ويطلع أكثر ويستقل معلومة. بس احنا قديه فينا نعيش حضرنا من خلال ماضينا؟ يعني ناخد من دروس الماضي من هالتاريخ يلي بخبرنا أنه صار في كذا 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 وصار في مجاعة وكيف كانوا عايشين، وهيك ننسبها على أيامنا هيدا يلي ما في شيء بيرضينا. يعني حتى لو كان كل شيء موجود ومتوفر بعدنا نحنا في شيء ناقص، ما في شيء بيرضينا. نحن قديه لازم نستقي من الماضي لنعيش بسلام الحاضر؟ انا رح اعطي مثل على الموضوع تناخذ عبره من الماضي. نحن بجبل لبنان كنا محصورين بهالمنطقه الصغيره اللي اسمها المتصرفيه. يعني بيروت كانت خارج المتصرفيه، صيدا، البقاع، طرابلس، يعني كل مناطق الانتاج خارج المتصرفيه. يعني المتصرفيه كانت اقتصاد ريعي منه اقتصاد منتج. فالعبرة اليوم ناخد نحول نحن اقتصادنا من ريعي إلى منتج. ما نتكل على الخارج لأنه كنا نتكل على أموال المهاجرين الخارج، كنا نتكل على الصادرات تجي من برا. فنحن عنا القدرات، عنا الإمكانيات أنه نحن نتعظ من اللي صار بالحرب الأولى، ما نهمل أي قطاع ممكن نحن نقدر نستفيد منه محليا لحتى أي أزمة نواجهها نقدر نلاقي لها حلول. أكيد دكتور نصر، خلينا نحكي شوي قبل ما يفوتنا الوقت عن برنامج المؤتمر. البرنامج هو ببلش ب 16-17 نيسان، يعني 3-4 المقبل. الافتتاح رح يكون الساعة 10، في كلمات رح تلقى من رئيس الجمعية، من أمين السر أنا، وأنا كوني كمان رئيس القسم، من المديرة وعميدة كلية الأداب. رح يكون بعدين في بوز صغيرة قبل الهدى، و
نبدأ بالمحاضرات. أول نهار عندنا 4 محاضرات من الساعة 10 بيخلصوا. كل محاضرة فيها ما يعادل 4 محاضرين، في جلسات 3. ثاني نهار رح يكون في عندنا 6 جلسات، 4 محاضرات لأساتذة بالجامعة اللبنانية وغيرهم. آخر محاضرة رح تكون لطلابنا، يعني في عندنا الطلاب عم يعني بيحضروا دكتوراه أو خلصوا ماستر، فسحنا لهم المجال بجلسة خاصة. الجلسة الختامية رح تكون بمثابة استنتاج والتوصيات، بتوليها الدكتور عصام خليفة. نعم. نحن مبلشين مؤتمرنا، بروجرامنا ببلش مناطقيا، بلشين من الشمال يعني عكار، الجبة، بشري، اهدين، ننتقل الى البترون، جبيل، كسروان، نختم بكسروان اليوم الاول. اليوم الثاني منبلش المتن بيروت، نعم، الشوف، زحلة، بعدين في عندنا صيدا، جزين، الجنوب، عندنا بعدين مرج عيون، حصبية، والجلسة الختامية مع الطلاب. ما حطينا العنوان لأنه كل واحد رح يتناول منطقة. شخص رح يحكي عن بعبدة، في شخص رح يحكي عن منطقة صليمة والجوار يعني المتن الأعلى، وفي شخص رح يحكي عن بعض القرى بمنطقة جبال. يعني ما شطوا المنطقة كلها. ايه كله لبنان كله. ما شط. بعد لازم يكون أوسع، لأنه ما قدرنا غطينا كل البلدات. نعم. لأنه لو قدرنا غطينا هذا البلدات كنا منتوصل لنتائج دقيقة أكثر. بس هيك يعني هون بنشكر كل المشاركين يلي عطونا من وقتهم ومن جهدهم تيقدموا لنا محاضرات قيمة. نعم. يلي عم تعملوه دكتور، يعني أنا بين إيدي البروشير وعم بتفرج، قدي أخذ معكم وقت لتحضروا ولتنسقوا ولتقسموا المناطق ولتقسموا الكلمات ومين بده يكون ومين ما بده يكون؟ تقريبا صلنا 8 أشهر. أوف. إيه. هل قد بياخد وقت؟ إيه، لأنه ما فيك تطلبي من المحاضر بغضون شهر شهرين يعطيك 25 صفحة 30 صفحة، لأنه مثل ما قلت أول شيء تقدرنا أخذنا موافقة المطارين تنفوت على السجلات. هذه عملنا زيارات للأبرشيات، لمطارين الأبرشيات، تحصلنا على الإذن، بعدين هذه السجلات متفرقة، يعني في منهم موجود بجامعة الروح القدس الكاثوليك مصور، في منهم بعدهم بالرعاية. فتقدرنا كمان اتصلنا بالمحاضرين واخذنا منهم الموافقة، وهن كمان ينبشوا لانه هودي اغلبيهم مختومين بخط الايد. ايه، ما هيدا اللي انا عم بقوله، يعني بده ينقرا، مش انه قصه كمبيوتر كله مكتوب. ففي مخطوطات بتاخذ وقت تكون كتابتها مش كثير منيحه، وفي مواضيع شائكه اكثر من مواضيع اخرى. فتقريبا صار لنا شيء 8 أشهر بنحضر، وعلى طول نحن بنحضر المؤتمر قبل بسنه، يعني هلا سنتي جاي كمان بدنا نحضر لمؤتمر مباشره بعد هذا المؤتمر. دكتور، حضرتكم تعملوا سيرش ولا في اشخاص معينين غير الاشخاص يلي حضرتك ذكرتهم هن بيعملوا سيرش؟ يعني اخذتوا الاذن من لتفوتوا تاخذوا هالمعلومات من الجهه المضبوطه، بس يعني كل حدا هو بيروح ولا في اكيب مخصص انه يروح يعمل مثلا هالسيرش بهالمطرانيه؟ لا، كل واحد هو شو بده ينقي الموضوع بيروح على بيروح عليه. لا اكيد لا، ما لانه ساعتها بصير بدكم اكيب ثاني كمان. لا لا، غير المجموعه. لا، كل باحث هو بيروح بينبش. اي، هلا الشيء الحلو انه القسم كبير من هالسجلات موجود بمطرح واحد. اه، منيح. بالكاثوليك بجامعه الروح القدس، فمصور، يعني في سهوله كان بالحصول على المعلومات، طبعا بعد اخذ الموافقه. فهذا الامر سهل علينا. هلا في بعض المواضيع ما بتتكل على السجلات، ما في، اتكلت على مصادر اخرى، كمان هذا الامر بيستغرق وقت لانه تينبشوا عليها من هون ومن هون، فالعمليه مش سهله. اكيد مش سهله. دكتور يلي عم بتقوموا فيه ويعطيكم الف عافيه ومنشد على ايدكم، قد ايه قادر كمان يطور وينمي الحركه التاريخيه والثقافيه على حد سواء بلبنان؟ اكيد نحن هذا دورنا. هلا صحيح يمكن الدراسات التاريخيه شوي اليوم مهمشه، بس مثل هيدي المؤتمرات بتعطي حافز انه نحن نتعظ من الماضي ونقبل على دراسه التاريخ. يعني كل شعب بيجهل تاريخه مشكله. يعني لازم نتعلم من التاريخ، ما هو التاريخ بيعلمنا دروس وعبر. مزبوط. يعني نحن ليش بنعلم بالمدرسه التاريخ؟ هلا للاسف اللي عم ندرسه بالمدرسه مش صحيح، قسم كبير منه،
لازم تغيير المناهج بانتظار أن الدولة تفرج عن المناهج الجديدة. بس بالدورنا كجامعيين نحن أكيد بنحاول قد ما فينا نضوي على تاريخ لبنان وننمي الحب الوطن من خلال دراسة تاريخنا، لأنه إذا تعلمنا تاريخنا مزور للأسف بشوف وين بيوصلنا. أكيد. اليوم نعيش تداعيات هذا التزوير. مزبوط. انتظار أنه الدولة في المستقبل يعني بعد ما هيك تزبط الأوضاع يرجع تنعمل مناهج جديدة وتواكب الأمور التي تحدث التطور. يعني كل دول العالم بتغير مناهجها كل 5 سنين، نحن منهجنا راح يصير عمره 50-60 سنة إذا مش أكثر. إن شاء الله أنه نقدر نحن من خلال هذا المؤتمر إن هيك نحفز القيمين أنه لازم نرجع ندرس تاريخنا بشكل صحيح. يعني اللي عم بتقوله بفتكر بحس بكل دكتور عم بيعطي مادة التاريخ أو الجغرافيا أو أي مادة تخص لبنان وبيلاقي فيه معلومات مغلوطة ومش هيك صار، وهو مجبور يعطيها لتلاميذه. ونحن دايماً عبر يومنا الجديد بنطلع بنقول بليز اعملوا معروف، شوف شو بدكم تعملوا القيمين على هذا الموضوع ليصير فيه عن جد تحديث للمناهج، لأنه شيء كتير بيضحك أنه عم تدرس شيء ما لازم هلأ تدرسه وعم بتدرسه للأولاد وعم بيطلعوا لي، أنه مش معقول صرنا من 100 سنة وبعد يمكن بنروح 100 سنة دكتور مش هيك؟ يعني بدون تغيير المناهج وبعدنا عم ندرس شيء يمكن مش صاير. هلا في مغلوط. اسم كبير من المناهج انجز وزاره التربيه، بس ولكن في بعض في اختلافات حول بعض الامور خاصه فيما يتعلق بتاريخ لبنان. يعني تاريخ الدول العربيه او التاريخ العربي او العالمي بتصور في اتفاق على اسم كبير من النقاط. نعم. الخلاف حول تاريخ لبنان على بعض المحطات يلي عرفها تاريخ لبنان، هيدي للاسف بعد ما تم ايجاد حل لها بانتظار أنه يرجع يتم دراسة هالمنهج والاتفاق على خطة طرد الجميع، لأنه حرام بالنهاية طلابنا بالمدرسة عم بيروحوا ضحية. يعني أنا مثلا بكرة أولادي إذا إجا عم يدرس تاريخ أنا ما فيني أجي أقول له هاو اللي عم تدرسهم مش غلط. مزبوط، لأنه بصير يعني بولد عنده عدم ثقة بأستاذه أو بالكتاب انه البابي عم بيقول لي شيء والاستاذ عم بيقول لي شيء. طب ايو الصح ايو الصح؟ كمان نحن عم ندرسهم اشياء بياخذوا عليها علامه، يعني يا بتنجحهم يا بتسقطهم، فانا ما في اقول له اللي عم تدرسه غلط ولا يموت الى الحقيقه بصله، بس ادرسه لانه بدك تاخذ عليه علامه 100%. يعني بيضيع الولد. نحن للاسف بالمدرسه عم نشغله الميموار ما عم نشغله عقله. صحيح. يعني احفظ تاع حتى المعلومات خذ عليها علامه، وهذا للاسف اللي عم يصير بالامتحانات الرسميه، انه اليوم بنشوف بالامتحانات الرسميه بياخذوا 20 على 20 تاريخ جغرافيا، بس تعي بعد سنه اساليه شو اخذت بينسى. أكيد. بس كان عنده واجب يدرس تجيب علامه، وقت بنشغل له عقله بيصير يعرف يحلل يسال، هيدي الامور بترسخ اكثر من ما نشغل له الذاكره. نعم. دكتور نصار حضرتك قلت لي انه كمان من بعد ما يخلص هيدا العمل وهيدا المؤتمر كمان انتم باستعداد لاقامه شيء جديد، هل في بوادر او نقاط اساسيه عم تدرسوها ليكون في ايفنت جديد يمكن السنه الجاي اذا الله راد؟ هلا في عندنا مؤتمر راح يكون لمئويه ولاده الدستور لبنان. نعم. 1926. هذا بدنا نخصص له مؤتمر بال 26. هلا ال 25 بعد ما يعني اتفقنا على على موضوع، في كتير خيارات بنشوف اي خيار بيناسبنا وممكن نختار الموضوع. يعني في كتير مواضيع مثلا ممكن نختار عن لبنان في كتابات الرحاله، هلا هيدا مشغول بس هيدا كل مره في عنا رحاله ببينوا جداد ممكن نستفيد من كتاباته. قد ايه بتكتشفوا معلومات جديده دكتور ما بتكونوا بصددها او مش عارفينها او فعلا بتفاجئكم، يعني بتقولوا اف ما كنا عارفين، ولا لا القصه مش هالقد يعني بدها يمكن في تفاصيل ما بتكونوا عارفينها، بس في ايفنتات بأمة وابوها ما بتكونوا عارفين فيها؟ في كتير احداث بتبقى ما كان عندنا هالمعلومات الكافيه عنها، بتطلع مصادر جديده بتضوي عليها اكثر واحيانا تنقض شيء اللي بنعرفه. فالبحث التاريخي على طول بتطور، يعني ما بيوقف انه هودي المعلومات، لا كل سنه على طول في معلومات جديده، ونحن من خلال الابحاث اللي بنعملها باستمرار بنكون عم نقدم شيء جديد. ايه اكيد، يعني حتى المصادر اليوم المعروفه فيها بعض المعلومات الناس مش مضوية عليها، فبيجي هالبحث
بيسد هالثغرة يلي موجودة بهالنقطة المعينة. وهيك كل ما عملنا أبحاث كل ما منوسع المعلومات التاريخية وأكيد منضيف شيء جديد. أكيد اللي بيعرف اللي بيطلع على الأرشيفات بالخارج، لأنه في كتير أرشيفات بالخارج إلها علاقة بلبنان بلغات نحن يمكن ما كتير الأغلبية بتحكيها، مثلا مثل اللاتيني مثل الإسباني أو الألماني. هودي كمان الناس اللي بيعرفوا هاللغات بفوتوا على الأرشيفات كمان بيجيبوا لنا معلومات كتير جديدة. دكتور، سؤالي لحضرتك، كيف الدكتور بده يخلي التلميذ يحب مادة التاريخ؟ لأنه هو التلميذ يا بيعشق هالمادة وبيعيش فيها، يا ما بيحبها. بقول لك مثلا أنا تاريخ وجغرافيا، ودائما نقول تاريخ وجغرافيا مثل كأنه لازم يكونوا توأمين، يعني أنا ما بحبهم. فبرأيك شو لازم يعمل الدكتور ليقرب هالمادة بصرف النظر إذا المعلومات مغلوطة أو لا من الطالب والتلميذ يلي بحس حاله أوقات عم بياخد مجرد حشو معلومات حشو؟ نحكي على الصعيد المدرسي. ايه اكيد. ايه كنا عم نحكي المنهج قديم، يعني بده المنهج إعادة تجديد. ما بقى يعني الطالب بيكره يحفظ، انه تاع احفظ لي هالمقطع سمع لي. لا، نحن بالمنهجية الجديدة ننطلق من شيء اسمه مستندات. بينطلق من مستند، سواء صورة، خريطة، نص صغير، ومن هالمستند يطرح عليه مجموعة أسئلة تحليلية، وبيقدر يتوصل لمعرفة الأحداث التاريخية من خلال مستند. أكيد هون الأستاذ بيوسع له شوي أكتر، بيوضح له أكتر، ويكون الامتحان مش بالذاكرة، يعتمد على الذاكرة، شيء مستند بين قدامه بيقدر ينطلق منه. هيك بعتقد أنه ما بعد عنده الطالب كره صحيح لهيدي المادة. للأسف نحن اليوم يعني مندرس التاريخ وجغرافيا مع بعضهم لأستاذ واحد، هذا كمان شيء خطأ. أيه، يعني الجغرافيا في له أستاذ والتاريخ له أستاذ. صح. يعني أستاذ التاريخ ما في يعطي جغرافيا، أستاذ الجغرافيا ما في يعطي التاريخ. فهيدي للأسف يعني أغلبية المدارس بتعتمد هاي الطريقة، لكن بعض المدارس بتفصل بتجيب أستاذين. هلا كمان دور الأستاذ مهم، يعني هو بده يكون أستاذ متمكن، بده يكون عنده شيء المنهج التعليمي ديداكتيك، يعني يعرف كيف يعلم، يكون عنده حضوره، يكون مالك المادة، يكون مثقف. هيدي مهمة كتير. أكيد. يعني مش بس انه استاذ انا بيجي بحصر حالي بمعلومات الكتاب، لا، انا بدي يكون عندي مثقف وعندي طريقتي، اكيد بقدر اجذب التلاميذ. نعم. هيدي مهمة صعبة. أكيد. دكتور نصار، بنهاية لقائنا يا ريت بنرجع بنذكر أصدقائنا المشاهدين اللي عم بيتابعونا أي متى هيدا المؤتمر، المكان والزمان. مؤتمرنا مثل ما قلت 3/4 16/17 نيسان بكلية الأداب والعلوم الإنسانية الفنار الفرع الثاني. بتبلش المؤتمر، ببلش الساعة 10 نهار الثلاثة، وكمان نهار الأربعاء الساعة 10، ويختم بجلسة استنتاج والتوصيات. وهي التوصيات رح تتضمن اشياء كتير مهمة ممكن نطرحها على الصعيد الرأي العام هو يحكم عليها. يعني موفقين وان شاء الله دايما الى الامام. دكتور أندري نصار، رئيس قسم التاريخ في الجامعة اللبنانية، كنا عم نحكي عن المؤتمر السنوي المجاعة في لبنان خلال الحرب العالمية الاولى. كونوا كتار وشاركوا واستمتعوا بالمعلومات التاريخية المضبوطة. اهلا وسهلا فيك دكتور، شكرا لوجودك معنا. شكرا لكم. يا هلا يا هلا. اصدقائنا المشاهدين، نحن هلا بنروح لفسحة اعلانية ونعود لنتابع.